صباح الخير من جديد لكل حدا انضم لنا ولا محطتنا الحوارية الأولى يلي بدنا نحكي فيها اليوم، ونستضيف صبية بنعومة جمالها وانسياب أنوثتها وتكامل تفاصيل أحلامها. بدأت بالعمل من دورة إعداد الممثلين إلى العروض المسرحية وصولا إلى عرض الأزياء، وغدا ربما في فعاليات جمالية عالمية وعربية. الممثلة الشابة الموهوبة جويل معلا رح تكون ضيفة عزيزة معنا اليوم بالاستديو. بدنا نقول لك يسعد صباحك ونورتينا لليوم. صباح النور، صباح الجمال، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير جويل. يا صباح اهلا النور. وسهلا فيكي. جويل خلينا نبدا بالحديث استهلاليا عن الموهبة اللي انت موجودة عندك، التمثيل المسرحي. كيف كانت البدايات؟ ليش اخترتي مجال التمثيل المسرحي تحديدا؟ هلا اول شيء الموهبة موجودة، بس كانت بحاجة مين يكتشفها أو يدعمها ويسقلها. فأنا بداياتي فعلياً كانت بالمسرح من سنة بدورة أعداد الممثل بفرقة أليسار المسرحية عند الأستاذ نضال عديرة والأستاذ بسام سعيد. بلشت بدورة أعداد ممثل ويعني اكتشفت كتير شغلات فيها، حبيت التمثيل أكتر وكتير تعلمت منه. حلو، تمام. أديت صار لك تقريباً داخل هذا المجال جويل؟ سنة تقريبا. طيب طبعا هي السنة بعد الدورة اللي عملتيها كان لك مشاركة بكذا عمل مسرحي مع الأستاذ نضال عديرة والأستاذ بسام، من وجه لهم تحية صباحية. أكيد دائما الأعمال المسرحية جويل يعني متنوعة ومختلفة، يمكن حسب العمر حسب التوجه، في أعمال ممكن تكون ترفيهية أو مضحك ومبكي أو أعمال اجتماعية، في كتير أنواع مختلفة. صح. اليوم من خلال المشاركات ربما القليلة يلي أنت كان لك دور فيها أحياناً بطولة، وين لقيت جويل حالة يعني أكتر؟ أول شيء بصراحة بكل مكان شفت جزء من شخصيتي. ما بيهم شو بتكون الشخصية أو العمر، فيني اتقمص أي دور وألعبه بالشكل الصح، أجسده يعني. بس يعني أكيد في شخصية بتلبق لي كجويل أو كممثلة أنا لسه ما شفتها. يعني بعد جاري الاكتشاف يعني أكيد. أيوة قيد الاكتشاف كونه صبية جديدة يعني على المجال. بس يعني بظن أنه الأدوار اللي هيك اللي فيها مثلا جمال أنوثة، هيك الأدوار الهادية هيدي مو الأدوار الشريرة أقرب لإلك. هلا جويل خليني احكي عن الاعمال المسرحيه اللي انت كنتي فيها، يمكن ثلاث اعمال هن. صح. أيه. خليني احكي عن هالثلاث اعمال. بداياتك كيف كان الدور اللي اخذتيه؟ اكيد دور عن دور يعني الانسان طبيعته بتتغير على خشبه المسرح. أكيد. احكي عنهم لهدول الاعمال لو سمحت. اول عمل قدمته كان عرض تخرج بعد دوره الاعداد الممثل اللي عملتها، كان اسمه تكتيك. كانت اول مره بوقف على مسرح، طبعا المسرح له رهبه، له يعني هيك كتير بتخوف اول شيء الفكره. صح. بس صح. بعدين بتعود عليها. حسيتها كتير حلوه، يعني تخطيت هيدي المرحله اللي اني انا بخاف اني اوقف على مسرح او مثل قدام مجموعه كبيره من الجمهور يعني بشكل مباشر. فهيدا كان اول عرض مسرحي لي تكتيك. ثاني عرض كان اختي حبيبتي، مسرحيه للاطفال بمهرجان الطفل السنوي. ايوه هيك دور البنت الحنونه اللي هي يتيمه مع اخوها، كان دور كمان كثير حلو باسم عسل. المره الثانيه كانت التجربه يعني ابسط من الاولى، كيف يعني كانت اريح لي بما اني كنت مكتشفه كيف يعني الوقفه على المسرح، كسرنا حاجز الخوف يمكن مع خشبه المسرح ومع تماما الجمهور. اكيد هي لها رهبه كبيره. العمل الثالث كان بالمهرجان الشبيب السنوي كمان، افتتاحيه عن ابو خليل القباني. كنا عم نحكي انه كيف صار المسرح حديثا، في مقارنه بسيطه كانت بالمسرح اول ما هو المؤسس المسرح العربي، كيف كان على زمنه وكيف كان على زمننا وهيك. تمام. اكيد متابعين معك جويل، ولكن رح يكون معنا اتصال هاتفي مع الاستاذ المخرج نضال عديرة لحتى نقول له يسعد صباحك. استاذ نضال صباح النور، اهلا وسهلا فيك.
اليوم عم نحكي عن الفرص المتاحة للشباب السوري والمبدعين القادرين على تقديم الفن الجميل بطريقة حلوة وبعمر مبكر. حضرتك كتير حريص أو من الأشخاص الحريصين على تأهيل وتدريب كوادر شبابية موهوبة. اليوم كان إلى بصمات كتير عديدة بمهرجانات موجودة مثل مهرجان خطوات السينمائي، كان له فرصة كتير كبيرة ليفسح مجال أمام شبابنا أنه يقدم حاله بطريقة صح. اليوم هاي الفرصة عم تعطيها لجويل معلا ضيفتنا اليوم بالاستوديو، وعطيتها مشاركة وفرصة حلوة بمشاركة ثلاث أعمال مسرحية. أهمية التأهيل والتدريب أستاذ نضال اليوم لفتح فرص عمل ويعني خلينا نقول تقديم فن رائع بعمر صغير. هلا أول شيء نحن عنا هي الدورات للشباب نهتم فيهم، دورات تأهيلية. هو الشاب أول شيء لازم يكون أو الطبيعي يعني لازم يكون في عنده هاي الموهبة. طبعا نحن عنا ثقل هاي الموهبة ومنعلمه كيف يتلمس أدواته. هو كل الممثل عنده أدواته الخاصة، إحساسه وصوته إلى آخره، فنحن منعلمه كيف يمتلكه، كيف هو يصير سيد نفسه أول شيء، وبعدين لحتى يترجم هذا الشيء على الخشبة، يترجم مشاعره، يعرف شو مضمون الجملة اللي عم يقولها، يعرف علاقته مثلا بالمسرحية، علاقته بالأشخاص الثانية، شو في عمق للشخصية، كيف بيفكك الشخصية. هذا الشيء نحن بنصقله، هو بيكون موهوب. طبعا هي بتكون الغالبة على الموضوع وهو ثقافته. هلا الثقافة العامة كثير بتفيد الممثل، وجويل هي نموذج، يعني هي مجتهدة كثير. جويل شخصية قوية موهوبة، فنحن كنا بس مساعد، يعني عنصر مساعد لحتى تطلع على الخشبة، لحتى تكسر هاي الرهبة، وبعدين تشوف طريقة لقدام مشان نرفض هذا الفن السوري العريق، نرفضه بهدول الأشخاص الشباب الصغار يلي عندهم وقت أكثر إنه يتعلموا أكثر، وخصوصا إذا بعمر صغير فبيكون عندهم هذا بيكون فرصهم أحسن من غيرهم، بيصيروا بيني لحالهم بيكونوا شخصيتهم، يعني نحن عنصر مساعد يعني. تمام أستاذ نضال، أنا كمان بدوري بدي أصبح عليك بالخير. طبعا جويل كنا عم نشوفها عم تبتسم هي وعم تسمعك. أنا بدي أعرف أستاذ نضال منك، يعني كونك داعم لهذه المواهب الشبابية إن كان كتدريب أو إن كان كصقل أو إن كان كإرشاد إلى مجال عمل معين في هذه الحياة، خليني أسمع من حضرتك بضع من الكلمات اللي بتحب توجهها لجويل مشان المستقبل المشرق اللي بانتظار كل شاب سوري موهوب وتحديدا جويل. الأول شيء جويل بتتميز بهذا الهدوء اللي عنده، هو ليس هدوء الخجل، هو عنده هدوء بيكون عم يبحث. أنا بشوف كرأيي بجويل إنه هذا الهدوء هو في بحث عن مكنونات الشخصية اللي عم تشتغلها. بتسأل السؤال، يعني ما بدي تطرح أسئلة، ولكن بتسأل السؤال بالمكان المناسب. ممكن تسألك سؤال يختصر كثير أسئلة. هي عند الموهبة دون شك، وهي كأنثى هلا صغير، رغم صغر سنها هي كأنثى مكتملة حتى فكريا، وهذا أهم شيء إنه تعرف حالها إنه هي موهبتها هي الأهم. والقراءة، يعني أنا بنصحهم كثير بأنه يقرأوا تاريخ المسرح العالمي كله، مسرح السوري، وخصوصا في شغلات كثير نحن لا تعلم، يعني الممثل هو يبحث عن أدواته، عن تاريخه، يبحث عن كيف بفكر قصة الشخصية أكثر، شو عنده حلول كممثل. هلا نحن كمخرج أنا بيكون عندي حلول بصرية، ولكن الممثل هو عنده الحلول الحسية، وهي الأهم على خشبة المسرح أو على التلفزيون أو بأي فن آخر. تماما. هي جويل، يعني أعتقد أنا إنه جويل، وبتمنى يعني أعتقد وقتها منها أن تكون لاحقا هي نجمة عربية، والله يوفقها يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا كثير لك أستاذ نضال عديرة المخرج الرائع، شكرا لك. شكرا لكم، وأنا كثير بشكركم على الإضاءة على هاي المواهب. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك.
أكيد جوال، يعني كلمات كتير حلوة لازم تكون أو تبقى معك دائما لحتى تكون إضاءات حلوة تشتغل عليها بالمستقبل. أكيد رح نبقى بجو المسرح جوال. اليوم خشبة المسرح أكيد عليها تنافس كتير كبير، وأيضا في لحظات كتير مهمة، خصوصا أنه اللقاء دائما عم يكون مباشر مع الجمهور، ردة الفعل فورا تتلقيها بشكل مباشر. يعني هون انت حدا او كل شخص او كل ممثل مسرح اليوم لازم يكون حدا كتير واثق من حاله، كتير عنده فن التعامل مع الجمهور او مع فن اللحظة. كيف اليوم جوال معلا عم تتعامل مع هذا الامر؟ اول شيء اكيد هو عالم الفن كله تنافسي، ما في شك بهذا الحكي. بس التنافس بالعكس بيكون ايجابي ايام، يعني ما بيضر ولا بيفشل. والعمل المسرحي هو عمل اشتراكي، يعني من المفروض انه يكون في تنافس، لانه كل حدا بده ياخذ شخصيته ليؤدي هاي الفكره الجماعيه اللي لازم توصل للمشاهد المتلقي. طبعا اول شيء لما بتشوفي انت بتكوني واقفه على خشبه المسرح غير لما تكوني واقفه ورا كاميرا، يعني بتشوفي المتلقي قدامك عم ياخذ رده الفعل، عم تاخذي رده الفعل منه هو شو عم بيشوفك مباشره. ممكن ايام تكون سلبيه ممكن ايجابيه. هلا هي انا بتقبلها بكل، بتقبل كل الاراء كل ردات الفعل وباخذ الايجابي منها، ودائما اي رده فعل بتعطيني ثقه بالنفس اكثر. حلو كثير، حلو كثير جوابك جوال، بدي اشكرك عليه. طبعا اكيد نحن بنتابع معك بالحديث، بس خلينا نروح لحتى نشوف ايضا مقطع من احدى المسرحيات اللي انت شاركتي فيها ومن ثم لنعود. تفضل. مرحبا يا اختي. اهلا يا عامر. الحمد لله لقد جمعنا الكثير من المحصول، وساذهب الى السوق كي ابيع بعضها. ولماذا لا تبيعها كلها يا عامر؟ فالاطفال يحبون الذره، فهي لذيذه ومفيده جدا، وانا احبها ايضا. سافعل ذلك، لكنني سابيعها على دفعات، لست قادرا على حمل جميع هذه الاكياس معا. اساعدك انا يا عامر. تساعدينني؟ عسل، العسل، السوداني. لا اريد منك ان تتعبي وتؤذي نفسك، انا اريدك ان تهتمي بدراستك وان تكون الاولى في الصف كما عهدتك. لا تحرم على دراستي، فانا لا اهملها ابدا، فهي وصية والدي، كما انه لا باس ان اساعدك بعد الوقت. شكرا لقلبك الطيب، لا تقلقي، انا لدي القدرة على القيام بكل اعمالي وكل في وقته. نعم، فانا علمتك جيدا كيف انظم وقتي. وانا جائع. خس الجوع. جديد بدنا نرحب فيكم مشاهدينا، بدي ارجع ارحب فيك جويل، اهلا وسهلا فيك جويل. انا خليني احكي عن مجال الى جانب المسرح، خليني ما اقول هو بعيد كل البعد عنه، هو موضوع المودلز او ما يتعلق بامور الجمال والظهور الجميل تحديدا، كمان هذا تنافسي بشكل كبير جدا. خليني احكي عن طموحاتك بهيدا الموضوع، افكارك، نتعرف اكثر على ماهية هيدا الموضوع تحديدا عن جويل. اول شيء هذا الموضوع اكيد كمان تنافسي، هذا المجال مثله مثل التمثيل الفن بشكل عام، بس كمان التنافس ما بيشكل اي ردة فعل سلبية بالنسبة لي، بالعكس بيعطيني اصرار وعزيمة اكثر لحتى دائما اثبت جدارتي وكون ناجحة فيه. فانا بحب هيدا المجال كتير، الموديلينج يعني اي شيء بخص الموضه بخص الازياء بلفت لي نظري، وانا كبنت يعني بطبيعتي اي بنت بتحب الازياء بتحب الشهره، وانا عندي هيدا الشيء اكثر بكثير. دائما يعني بحب اني اكون بالمجال اللي انا يعني انا بشوف حالي فيه، انا بشوف حالي بالفن بشكل عام، بالموديلينج، بالتمثيل.
وبالنسبة للدراسة الأكاديمية عم تقلي؟ يلي بدك اياه، اوكي، بنحكي عن الدراسة الأكاديمية، يعني هو يفضل دوما بيقولوا لك بأي مجال معين انه تكون تترافق شيء أكاديمي مع الموهبة. يا اما تكون متدرب على أيدي أكاديميين، يعني أكيد الدراسة الأكاديمية مهمة طبعا بأي مجال، وبتعطي خبرات أكثر صح، ويعني بيكون معك أرضية قوية أكثر من أي، أكثر ما أنك تكون هاوي يعني. طبعا، يعني اليوم جوال مستقبلا حابة تتخصص اليوم بالفاشن والأزياء، ولا لك أن اليوم حابة أيضا تتخصص بالتمثيل والمواهب، ولا لا في ناس كتير ممكن تدرس اختصاص مختلف ولكن تدعم هاي المواهب وتسقلها وتشتغل عليها أكثر؟ وين هي جوال اليوم؟ أنا بشوف حالي بالتمثيل وبشوف حالي بالموديلينج، قلت لك اي شيء بخص الفن ممكن انا ما ادرسهم بشكل اكاديمي ولكن تتدربي، ولكن بتدرب وبضل على اطلاع وبكل هو بكل شيء يكون حدا متخصص دائما متابع للمجال. وعندي حب كثير لهيدا المجال فبتمنى اني كفي فيه. طيب هلا جوال خليني بس احكي بتفصيل صغير بما يتعلق بموضوع التمثيل. دوما لما بنستضيف اي موهبه شابه بنسالها بعد كم سنة من العمل من المشاركات رح تضلي بالمسرح، رح تروحي تلفزيون، رح نروح سينما؟ هلا تعقيبا على كلام همام، يعني بدنا نذكر انه هي كمان بالاضافة للمسرح همام اليوم جوال كان عندها مشاركة درامية تلفزيونية بالاضافة للمسرح، ولكن يمكن ما نضجت منيح هيدا هي المشاركة، تحكي لنا عنها جوال؟ كانت مشاركة كتير حلوة، يعني دائما يعني كل شيء جديد يكون عندي انا حب لاني اجربه اكثر، فانا جربت المشاركه الدراميه بس للاسف صار بعض الظروف وتوقف المسلسل. كيف لقيت الفرق بالتعامل مع كاميرا التلفزيون غير المسرح، وقفه المسرح؟ وين حبيتي اكثر؟ حبيت المسرح اكثر، بضل له هيدي الرهبه اللي لو قد ما طلعتي عليه كل مره بتطلعي عليه بتحسي حالك كانك اول مره، و يعني شعور غير حلو. بس اكيد انا مع الدراما وبشجع يعني وبحب الدراما، بحب الكاميرا والكاميرا بتحبني. اكيد اكيد جوال. طيب خلينا نحكي عن قادم الايام، شو خطط جوال لقادم الايام؟ الخطط ان شاء الله في كذا عرض متقدم لي من مصر، كلها عروض مميزه، وانا ان شاء الله قريبا رح انزل على مصر وادرسها عن قرب اكثر واختار اللي بيناسبني منها واشتغل عليه. تمام. طيب رح نحكي عن الدورات التدريبية بالإضافة للعروض المسرحية، مشاركة درامية بالإضافة للأزياء والجمال والفاشن. اليوم جوال معلا، إذا تم ترشيحها لمسابقة ملكة جمال العالم والكون، شو هي الرسالة يلي ممكن تأديها أو حابة تقدمها للعالم؟ أول شيء أنا بشرفني أن يكون مرشحة لهيك مسابقة عالمية ملكة جمال الكون والعام القادم إن شاء الله. الرسالة اللي بوصلها أنه يعني رح كون أنا سفيرة لبلدي سوريا، رح وصل أنه هيدا الجمال السوري اللي كلنا بنفتخر فيه، يعني دائما البنت السورية وين ما بتروح بيكون إلها بصمة، إن كان بالجمال أو بالعلم بالثقافة بالتمثيل بالفن بشكل عام. جوال أنا ما ضل غيرني أتشكرك جزيل الشكر على قبولك الدعوة ووجودك معنا لليوم، نتمنى لك كل التوفيق في قادم الأيام أكيد لإلك ولكل المواهب السورية داخل سوريا وفي الوطن العربي وأكيد على المستوى العالمي. إن شاء الله يا رب نشوفكم بأعلى المستويات وعلى أعلى المنصات. شكرا جزيلا لوجودك معنا جوال معلا. شكرا لكم كمان، كتير مبسوطة أني كنت معكم. يسعد صباحك جوال، شكرا كتير لإلك، وإن شاء الله يا رب بقادم الأيام نشوفك نجمة متألقة على صعيد العربي والعالمي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.